صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتوجيهاتكم الكريمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلاقاً من رؤيتكم الثاقبة لمسيرة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة والأولويات الوطنية لحكومة دولة الإمارات وصولاً لتحقيق رؤية 2021 وانسجاماً مع آمال وتطلعات كل من يعيش على أرض دولتنا وتطلعات شعوب منطقتنا العربية عموماً، نلتقي اليوم على أرض الإمارات الحبيبة تحت مظلة القمة الحكومية، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً. تجمعنا اليوم القمة الحكومية الأولى والأكبر من نوعها في المنطقة تحت شعار الريادة في الخدمات الحكومية، والتي تحظى بأهمية استثنائية لمباركتكم لها وتفضلكم برعايتها لما تتناوله من قضايا مهمة في مقدمتها الخدمات الحكومية وعمل القطاع الحكومي. إن قمتنا اليوم والتي تجمع فيها هذه النخب من الشخصيات العربية والعالمية والقيادات وصناع القرار والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في القطاع الحكومي وعدد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة ومشاركة واسعة على المستويين الرسمي والمؤسسي من دول المنطقة، نتطلع من خلالها لإيجاد أول منبر إقليمي من نوعه لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ودعمها وتمكينها لتوفير نوعية عالية من الخدمات وابتكار أساليب جديدة في تطوير العمل الحكومي، بما يحقق الريادة الملبية للطموحات، ما يسهم في إرساء نموذج يحتذى به لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي في المنطقة. صاحب السمو، يشرفني بهذه المناسبة دعوتكم إلى المنصة لبدء الجلسة الحوارية لسموكم ومخاطبة هذا الجمع الكريم. وأدعو أيضاً الإعلامي علي خليفة الرميثي للتفضل إلى المنصة لإدارة هذا الحوار. أخوان، أنا عندي كلمة قصيرة للتعريف بهذا الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات والإخوة، أحب أن أرحب بضيوف دولة الإمارات وأرحب بجميع الأخوة في هذه القمة الحكومية الأولى. هذه القمة تجمع أفضل الخبراء العالميين من مختلف الدول لنستفيد منهم وليطلعوا أيضاً على تجاربنا. لدينا اليوم أيها الأخوة أكثر من 30 دولة مشاركة معنا في هذا المؤتمر، وأكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 105 خبير من مختلف دول العالم محاضرين، سيعرضون علينا الكثير من التجارب الحكومية المميزة، ودول عالمية ستعرض تجارب حكومية جديدة ومتكاملة في هذه القمة في أكثر من 30 جلسة. أيضاً سنعرض تجاربنا في دولة الإمارات على مختلف دول العالم ليستفيدوا منها. لماذا هذه التجارب والخبرات والتعليم؟ لأننا نريد أن نكون من أفضل حكومات العالم. أتمنى منكم الاستفادة من هذا الجهد الكبير، وأتمنى من جميع المسؤولين أن يرجعوا بأفكار جديدة لوزاراتهم ودوائرهم. هذه القمة مهمة أيضاً أيها الأخوة، لأنها تجمع الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية. التنسيق موجود ومستمر، ولكن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل كفريق واحد تحت رؤية واحدة.
السؤال الذي أود طرحه، لماذا أقمنا هذه القمة الحكومية في الإمارات؟ ولماذا كل المؤتمرات والجهود الحكومية؟ الجواب بسيط وشامل، لأننا نريد تحقيق السعادة لمجتمعنا. وظيفة الحكومة يا الأخوة هي تحقيق السعادة للمجتمع، تطوير التعليم والخدمات الصحية وتوفير الوظائف والفرص وتطوير البنية التحتية وتحقيق العدل وتسهيل حياة الناس، كل ذلك يحقق السعادة للناس. هذه غايتنا من عقد المؤتمرات وتجميع الخبرات، هذا هدفنا من اجتماعنا اليوم. عندما تضع كل مسؤول هذه الهدف في ذهنه، فإن قراءته اليومية ومشاريعه وتفاعله مع الناس سيختلف كلياً. عندما تلتقي بالناس في دائرتك أو مؤسستك، فاعلم أن الهدف هو إسعاد الناس وراحتهم. نحن سلطة لخدمة الناس ولسنا سلطة عليهم. هذه أمانة آباؤنا المؤسسين كان هدفهم نقل المواطن من الحياة الصعبة التي كان يعيشها لحياة جديدة يسعد فيها بالحياة الكريمة والمريحة. كل هم إسعاد الناس، ولذلك نجحوا حين فشل غيرهم. هم أقاموا دولة وآخرين أطاحوا بدول قائمة، لأن همهم كان خدمة الوطن والمواطن. ونهج أخي الشيخ خليفة أن المواطن أول وثاني وثالث، ونحن في الحكومة نمضي وفق هذا النهج. لذلك أطلقنا رؤية 2021 لنكون من أفضل دول العالم، وأنا متأكد ومتفائل بأننا سنحقق هدفنا. وجود هذا العدد الكبير منكم من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والعربية والدولية في هذا اليوم في هذا المؤتمر دليل على حرصكم على التعلم وعلى التطوير، ولذلك أنا متفائل بتحقيق الرؤية ومتفائل بالمستقبل. نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم لما في مصلحة الوطن والمواطن، وأن ينفع بنا وبكم البلاد والعباد. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب سمو الشيوخ والمعالي والسعادة، الأخوات والأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتشرف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن أرحب بسموك الكريم في هذه الجلسة الحوارية التي تأتي في صدارة أعمال مؤتمر القمة الحكومية. محاور وأسئلة الحوار اليوم نتيجة مفاجأتكم طويل العمر الكريمة للجميع بفتح مجال الأسئلة للجمهور كافة عبر الموقع الإلكتروني. مئات وإذا ما بالغت بل آلاف من الأسئلة انهالت على اللجنة المنظمة من كل حدب وصوب، لم يكن عدد الأسئلة والتنوع مفاجئاً طويل العمر. فالمسؤول هو محمد بن راشد آل مكتوم، الشخصية التي عرف عنها قربها من الناس، مشاركاً أفراحهم، متفاعلاً مع مختلف أحداث حياتهم، شخصية قريبة منهم في مكاتبهم، أماكن سكناهم وتسوقهم. باب تواصلك طويل العمر دائماً مفتوح تقليدياً وإلكترونياً. التحدي الذي واجه اللجنة المنظمة لمؤتمر القمة الحكومية في دورته الأولى كان في عدد ما تلقيناه من أسئلة، وللأمانة مسألة فرز واختيار الأسئلة بنيت على مبدأ الرغبة الحقيقية في البعد عن التشابه والتكرار لخلق التنوع لمجموعة منتقاة من محاور وأسئلة هذا الطرح فقط لا غير. طويل العمر أيضاً تجولت كاميرا المؤتمر في عدد من مناطق الدولة، دولتي الحبيبة الإمارات العربية المتحدة،
وسجلت بعض الاستفسارات والأسئلة من مواطنين ومقيمين وزوار سوف تعرض خلال هذا اليوم إن شاء الله. أبدأ بسم الله وعلى بركة الله. السؤال الأول وهو ثاني أكثر الأسئلة تكراراً في مجموع الأسئلة التي بلغت أكثر من 10,000 سؤال وصل، وهذا السؤال طويل العمر يقول: لماذا الرقم واحد؟ لماذا الإصرار دائماً على الرقم واحد مع أن هذا الأمر يستحيل أن يتحقق؟ وكان هذا السؤال من المواطن راشد الشامسي. يا أخوان، نحن الآن مو في جلسة محاضرة، ولكن نجاوب على بعض الأسئلة من الأخوان، لأن أنا سألوني إذا كنت أريد أجاوب على الأخوان، وهذا شيء يشرفني ويسعدني، فلازم نهدى ونرتاح شوية عشان ناخذ راحتنا على الأسئلة. السؤال عن الرقم واحد، لماذا الإصرار دائما على الرقم واحد؟ وهذا يعني مثل ما تقول طويل العمر، الإصرار الدائم على الرقم واحد أمر يصعب أو يستحيل أن يتحقق دائما. أنا ما أدري ليش الواحد، اسمحوا لي، أنا عندي مشكلة حتى في المدرسة، في الصف ما أقدر أقعد حوالي 45 دقيقة، فلازم نصف. أخواني وأخواتي، أول شيء يقول مستحيل أن يتكرر. بالطبع أنا أريدكم كلكم، نحن نتشرف بكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها، ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد، لأن رقم واحد واللي بعد واحد ما حد يعرفه، يكون الأخير، يكون في النص، هو دائماً رقم واحد الأفضل الكل الناس. فالإنسان يقول إذا حط في باله أن في يوم من الأيام ما يقدر يوصل رقم واحد، خلاص حكم على نفسه بالفشل. لازم يكون الأول في كل شيء. هذا مش أنا، كان زايد طيب الله ثراه، وكان راشد دائما يسعون للمركز الأول، وخليفة الآن يسعى إلى المركز الأول. ليش أنا ما نكون المركز الأول؟ مثل أبو ظبي تسعى للمركز الأول وتوصل للمركز الأول، بتكون مدينة ثقافية، وكذلك بتكون الأول في الطاقة والطاقة البديلة. فالكل يسعى، ليس أنا أريد الجميع منكم أن يكون يسعى إلى المركز الأول، لأن لا بديل. الواحد إذا شك في نفسه، هذه التحديات دائماً عندنا، وكلها تحديات، وكلمة مستحيل أصلاً علي أنا مش في قاموسنا في دولة الإمارات. فإن شاء الله أن الكل، وأنا أتمنى وأتشرف أن أقولكم اطلبوا المركز الأول. أنا وشعبي نحب المركز الأول. لأن أنا بسألكم الآن، وأنت يا مصبح راشد، منو ثاني واحد صعد على جبال الأفرست في الهملايا؟ ما حد يعرفه. منو ثاني واحد نزل على القمر؟ ما حد يعرفه. فخلونا نتمسك بالأول. طويل العمر، لتمحى كلمة مستحيل من قاموس المواطنة الإماراتية، وننتقل إلى شق أسئلة الفيديو وسؤال من مواطنة خليجية، نشاهد هذا الفيلم. مرحبا، اسمي ضحى الشمري من الكويت، طالبة وموظفة. حبيت أوجه سؤالي أن ليش كل شيء تبي الحين يصير بسرعة وفي هالوقت الحين؟ ليش كل التطور الحين يصير بالوقت نفسه؟ الأخت ضحى من الكويت، أهلا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نرحب بأخواننا وأخواتنا من الكويت، وخاصة نحن كذلك بنسعى في السياحة العائلية، فلذا مرحبا بك
في الإمارات، وإن شاء الله نحن مخبرين المسؤولين أن يقوموا بكل شيء من أجل السياحة العائلية، ويسوون برامج هناك أن تجذب السياحة كذلك. وإذا في أي تصور أو أي اقتراح فعندك مكان إلكتروني، أو ترسمي رسالة بأي اقتراح، ونحن إن شاء الله بنكون إن شاء الله عند حسن ظنك. وأهل دولة الإمارات دائما وهم كلهم يحبون الخليجيين ويحبون العرب ويحبون كل زائر من هذه الدول. لكن سؤالك ليش الآن وليش ما يكون الآن؟ لأن باكر ما عمره بينا، غدا باكر بيكون اليوم، فدائما بنسمع باكر باكر باكر، فلا نأجل شيء إلى الغد. إذا نقدر نسويه اليوم عشان نقوي اقتصادنا واقتصاد بلدنا لازم نسوي اليوم، لأن الدولة قوية اقتصاديا قوية سياسيا، ضعيفة اقتصاديا ما لها شور في السياسة. فلجل هذا يا أخت ضحى واللي تشوفين أنت هذا كله عمل جهد وجهد كبير قاموا به، فرق عمل ليس أنا ولكن فرق عمل من أبو ظبي للفجيرة، من رئيس الدولة إلى أصغر واحد. أذكر بالمناسبة نحن في رمضان اعتدت أني أعزم الصحفيين والإعلاميين عندي في القصر في رمضان بعد صلاة التراويح، نناقش ونتكلم، ولكن ما شيء رسمي عشان أن نأخذ بخطرهم ويكون أن نحاول أن ما نخليهم يسبون كثير. فقبل سنتين أو ثلاث جتني واحدة أخت صحفية وقالت لي محمد أنا عندي سؤال. قلت لها هذا بوقت الأسئلة؟ قالت لا واحد. قلت لها تم. قالت كم من رؤيك توصلت بالمية؟ وأنا والله صريح يعني أنا طلعت فكرت قلت لها يعني طموحي كبير وطموح شعبي كبير وطموح رئيسي كبير، فقلت لها 10%. بعدها بسنتين في نفس المكان والزمان يتني بعد ما خلص برج خليفة والمدينة اللي حوله من فنادق وشوبينج سنتر وكل شيء، وخلص المترو وخلص الميدان، فيتني قالت الحين بعد هذه المشاريع الضخمة اللي تمت الحين كم وصلت من رؤيتك؟ طلعت فكرت قلت لها 7%. صرخت قالت لي من سنتين تقول لي كذا وبهالمشاريع الحين نزل؟ قلت لها نعم، لأن الواحد اللي عنده رؤية ويمشي صوب رؤياه يشوف ويتمرن ويتعلم من أخطائه ومن المشاريع اللي يسويها يكون رؤيته أوسع وأبعد. فلهذا أنا شفت طريق ثاني الآن غير عن هذا. طويل العمر، هناك أيضاً سؤال عن الرؤية والمستقبل، نشاهد هذا الفيديو. السلام عليكم، هنادي الشامسي موظفة في القطاع الحكومي. طويل العمر، كيف ترى حكومة المستقبل؟ سؤال حلو. حكومة المستقبل، أريد حكومة المستقبل أن تكون مرحاب مثل الفنادق، وتكون تشتغل 24 ساعة مثل الخطوط الجوية. يعني أريد
يعني نقل الخدمات كلها إلى مركز واحد. أريد أن الحكومة الجديدة إن شاء الله أن تكون قريبة من الناس، تكون قريبة من الناس وتكون أن تسهيل الأمور على الناس الآن، وربما لا وأكيد ما بربما أن تكون الإنسان يخلص كل معاملاته الحكومية في مكان واحد. بس أنا وحكومتي نطلب شيء أكثر، أنا أريد الإنسان والمواطن أن يخلص كل معاملاته الحكومية على جهاز المحمول. هذه في خدمة الشعب والوطن، وإن شاء الله أن تكون الحكومة المستقبلية قديرة بهذا. طويل العمر، هناك سؤال حميمي مسجل لطفلة إماراتية وهو شخصي موجه لك، نشاهد الفيديو. بابا السارة الحسن، بابا محمد كيف سويت برج خليفة وايد حلو؟ برج خليفة هذه قصة. برج خليفة جابوا للمشروع وكان أكبر بناية وأطول بناية في موقع برج خليفة 80 طابق، وبعدها حتى بعض البنايات الصغيرة 3 و4 طوابق و5 طوابق، ومشروع فيه حدائق وفيه كذا لكنه ما يرتقي إلى المستوى. فأنا قمت عنهم وقلت لهم هذا ما باللي نريده نحن، وقمت بصراحة ما شرحت لهم بس قمت. ساروا بعد شهر رجعوا ولان بناية أخير هني وحديقة أخير هني وكذا، لكن بعدين قعدت وياهم قلت لهم شوف نريد في هذا المكان أطول بناء عمره الإنسان، ونريد حدائق، ونريد نافورات، ونريد فنادق، ونريد سكن، ونريد أسواق ممتازة، أو البلوريارد الحين لحد يشوفه من أجمل المناطق فيه، تقدر تمشى حوالي 7 كيلو، يعني من أجمل المناطق سواء بالمطاعم أو المحلات، ومنطقة جميلة. يعني برج خليفة ما كان أن بس برج، ولكنها مدينة جديدة في قلب المدينة. فهذا اللي صار، وثم أنه لما صار هذا البرج وعلى هذا المستوى وهذا الارتفاع، أرفع شيء في العالم بناه الإنسان لازم يرتبط بأسامي العظماء وبالأسامي الكبيرة. فسمينا برج خليفة والحمد لله. طويل العمر، المستقبل محور سؤال جمال حسن الذي يقول فيه: رغم التحديات العالمية والإقليمية الموجودة، إلا أننا نسمع باستمرار عن إطلاق خطط جديدة، مدن جديدة، ومشاريع ضخمة، ألا ترون في ذلك مخاطرة؟ يا أخواني، وأنتم مثلي وأعرف منكم، ما في مشروع بدون مخاطرة، حتى البنوك عندهم مخاطرة، فكل مشروع فيه مخاطرة، وخضاحي عارف. فهل نحن نتوقف لأن فيها مخاطرة؟ الحياة كلها تحديات، في كل خطوة أو كل مشروع نقوم فيه في مخاطرة. منو الأخ اللي سأل؟ جمال حسن. جمال، فيا أخ جمال، تريد أن احنا نتوقف إذا فيها مخاطرة؟ فكيف نقوي اقتصاد بلدنا؟ وكيف بأن نوصل إلى سعادة المواطن؟ لازم نستمر. عيل أنت يا أخ جمال، لا تسير شغلك في السيارة لأنك يمكن تنصدم، لا تروح أوروبا في رخصك في الطيارة ممكن تطيح. فهل نحن نتوقف عشان نفكر بالمخاطر؟ لا أبداً. والتحديات
ابدا. التحديات ما توقفنا، والتحديات هذه تصوروا انتم دنيا بدون تحديات ولا مخاطر، بنكون كسولين فيها. فيا اخ جمال توكل على الله واستمر وخلك ايجابي دائما، لان المخاطر موجوده والتحديات دائما موجوده، ولكن اللي بيوصل يوصل يوصل. سؤال عبر الفيديو من المواطن راشد عبد الكريم ويتعلق بالقياده. راشد عبد الكريم، مدير فريق الاول في نادي الوصل. طويل العمر، هل القيادة صفة مكتسبة أم ممكن نتعلمها؟ جيد أخ راشد، أنت خطوت خطوة إلى الأمام إلى القيادة. حد يعرف ليش؟ لأن سأل عن الصفة القيادية. القيادة فكر ودهاء، وأكثر القياديين هم يعني ربما يولدون بهذه القيادية وراثيا من أبائهم من أجدادهم من عمومهم من خوالهم، ممكن يولدون بهذا الدهاء كقيادي، ولكن القيادة تريد صقل، القيادة تريد تعليم، القيادة تريد ممارسة واحتكاك، وهذا اللي يوصل القائد إليه. يعني ما بكل واحد ولد يوم الجمعة صار قائد، ولا بأن أي واحد ظهر من ويست بوينت كلية العسكرية في أمريكا أصبح قائد، ولا كل من ظهر من ساند هيرت أصبح قائد، لأن نحن شفناهم وتخرجنا معاهم وشفنا ان حد يتطور وحد يوصل حده، وان هذاك قائد مجموعه، ما يقدر يكون قائد عام، ولكن القياده هي وراثيه مع تعليم مع الصقل مع التجارب. فهذا يا اخو مدير راشد مدير الكره في نادي الوصل، نادي يا اخ راشد، سؤالك جيد وخطوك إلى الأمام إلى القيادة، فقود فريقك قودة من الأمام وخلهم يشوفون القيادة. شكرا. أيضا طويل العمر، هناك سؤال فيديو وهو من شقين، واحد عن الطاقة الإيجابية والشق الثاني سؤال شخصي موجه لك، نشاهد الفيديو. طبعا أول شيء أعرفك باسمي المستشار سالم الحديد، مستشار وزارة الدفاع. سؤالي الله يطول بعمرك، خلال استقبالك للفريق الأول في بطولة الخليج للمنتخب الأول، أنا لفت نظري كلمة قلتها اللي هي الطاقة الإيجابية. وسؤالي الله يطول بعمرك، ما هو المقصود بالطاقة الإيجابية والفرق ما بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية؟ هذا واحد. والنقطة الثالثة أبا أعرف سر الإشارة هذه. أنا والله ما أدري، الأخ سالم أظني كان يلعب في المنتخب؟ إي نعم. ها؟ إي نعم. إي ذكرت. الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية عندك أمرين، يما تتبع الطاقة الإيجابية وتكون ناجح، يما السلبية وتكون متراجع. قبل لا أرد على هذا السؤال، في حياتي القيادية التقيت مع أخوان وأصدقاء في مراكز، لكن يقول لك هذا السلبي الطاقة السلبية، فيقول لك أقول لك كذا كذا، يقول لي ما يصير، ليش ما يستوي، خلنا نعمل كذي ما نقدر، يا ريال الشمس طالعة ما أشوفها. طيب بطلع، قال لا ما بطلع. زين فك الستاير عشان تشوف اذا طلع، قال لا. فهذا الانسان، واجهت انا اخوان اعزاء عندي ولكني غيرتهم
بأخوان بدم جديد، لأن هذا تفكيرهم والطاقة السلبية مؤثرة عليهم. ما دام نحن نعرف وأنتم كقياديين أن التحديات موجودة كل يوم، كيف نتغلب على التحديات بالطاقة الإيجابية؟ الإنسان إذا قام الصبح وعنده الطاقة الإيجابية ويكون فرح مع الناس ومبسوط وقادر على التحديات، تشوف حياة أحضر، حتى أهله وناس ورب يحبونه أكثر لأنه إيجابي، واللي تشوفه مندس وموخي هذا سلبي. فلازم أن الطاقة السلبية اللي نحن نحارب بها التحديات. أنا في 41 سنة مررت، وإخواني يعني كانوا وياي يعرفون في تحديات كثيرة، لكن ما في تحدية ما قدرنا عليها. تقدر على التحدي باليسار أو باليمين، ولكنك إذا أنت متفائل وعازم وعندك إصرار تحل كل مشاكل التحديات. كل مشاكل التحديات إذا عندك هذا الإصرار وعندك الطاقة الإيجابية أنت بخير. فأنا أنصحكم يا أخوان، وأنتوا مستقبل هذا البلد، لابد أن تكون عندكم دائماً الطاقة الإيجابية في كل شيء، وأنتوا تكونون الأفضل والأخير، وأنتوا القيادة. شكراً. طويل العمر الحركة. أظني مصبح راشد بيجاوب على هذا السؤال. هذا السؤال يا أخواني أنا استعملته عدة مرات في الفوز في بطولة أوروبا، والسنة في بطولة العالم في الماراثون، وهذا شرف كبير. دائماً تشوفون، وأنا ما أدري ليش بعض الأخوان إذا فاز أو يبشر على صاحبه هذه، وهذه الإشارة غربية تعني الفي، يعني فيكتوري. فليش نحن نتبعهم؟ ليش؟ نحن العرب عندنا تاريخ عظيم، وليش نتبع غيرنا؟ ليش ما نكون مبدعين ونوصل؟ فأنا اخترت هذه الإشارة، ما أدري مصبح بيجاوب ولا لا. أشوفه هي. أنا بقولكم، حد يعرف؟ حد يقدر؟ ما حد يعرف، الحمد لله، لأن هذا الشيء ابتكرته أنا. أخواتي وإخواني، هذه الإشارة بقولكم عن ثنتين وبخلي عليكم الثالثة، هي فوز وهي نصر، كلهم ثلاث حروف. فشي الثالثة منكم؟ منو بيقول على الثالثة؟ آمنة شيخ لبنى. بس أنا إذا خبرتكم بالثالثة أخاف تأخذونها عادة، وهذه إذا أخذتوها عادة شيء خطير. ثالث شيء اللي تعنيه I love you. ما بعد باكر في مراكز التسوق الواحد ها بيقول. طويل العمر نعتمدها I love you ولا نصر؟ نصر وفوز مو بأي لاف يو وأي لاف يو. طويل العمر سؤال الحين بنشوف واحد راك زيادة بنصوره. سؤال عن الكوادر الوطنية من المواطنة منى السويدي، تقول أنا موظفة في حكومتك التي تضم أكثر من 80,000 موظف
ما هي توقعاتكم منا كموظفين حكوميين؟ أنتوا يا الموظفين الحكوميين أنتوا الطاقة، أنتوا المحرك لهذه الإنجازات كلها. اللي نريده منكم أن تستمروا بالتميز والابتكار، بالطبع أنتوا على طريق صحيح، وهذا سؤالك يقربك مني أكثر، فلا بد أن تستمروا على التميز والابتكار، وتكونوا دائما حريصين على شغلكم في خدمة هذا الوطن. ودائما أنصح بالتدريب والتدريب والتعليم، وهذا هو اللي نتمناه منكم. سؤال عبر الفيديو وهو شخصي موجه لسموك الكريم. السلام عليكم، أنا علي إبراهيم آل علي، عندي سؤال طويل العمر، شو هي الصعوبات أو التحديات اللي واجهتها يا طويل العمر وكيف تغلبت عليها؟ بالطبع مثل ما قلت أنا، كان حياتنا كلها تحديات، وكيف تغلبت عليها؟ بالإصرار، وتغلبت عليها ما بلا أنا، آبائنا وأخواننا وكلهم تغلبوا على هذه التحديات، لأن عندنا طاقة إيجابية عليا، فلأجل هذا نحن تغلبنا على التحديات. ولكن في تحدي ثاني اللي بذكرها، يعني كيف نحن وصلنا، شو أصعب شيء أنا مريت فيه بالنسبة لفرق العمل، هو أنك أنت تقول أريد هذا وهذا، بيني وبينك أصعب شيء أن تعلم فرق العمل أن يتبعونك، تعلمهم أن يثقوا فيك. فالصراحة أصعب شيء لما بدينا كيف نعلم فرق العمل أن تآمن بما أنت تقول لها، وأنك أنت ترويها بالمثل بعد ما يشوفونك مرة أو مرتين، بعدين مأنوا منك وعرفوا أنك أنت قائد وتقدر توصل شيء، فهم بقى يتبعونك ويكونون سند. كل هذه صراحة في فرق العمل اللي عندي، في الحاضنات اللي عندي في المكتب، في هذا دائما الكلام معاهم، دائما المحاضرات، دائما كذا، ولكن لما يشوفونك بعد النجاح ثم أنهم يتبعونك. فالتحديات والصعوبات الطاقة، الطاقة الإيجابية العليا. طويل العمر، سؤال عبر الموقع من المواطن محمد سعيد السويدي، يقول أنا مسؤول عن إحدى فرق العمل في الحكومة، سؤالي حول تحفيز الموظفين وفرق العمل، كيف يمكننا أن نحفز الموظفين من أجل أداء أفضل؟ تحفيز الموظفين، كلكم أنتم قياديين ومدربين، وتحفيز الموظفين بإعطاهم الصلاحيات. يعني أنت تطلب منه شيء ولا تعطيه صلاحية، معناه هو ما يقدر يقدم، لابد أنك تعطيه صلاحية وتأخر وراء وتشوفه وتلاحظه. كذلك التحفيز هو يعني تحفيز المكرمين أو تكريم الفائزين، تكريمهم حتى تكون المنافسة هناك، تكون المنافسة عندهم. إذا أنت أكرمت الفائزين وشجعتهم، حتى بعدين يصيبهم شغف على أنهم يعطون أكثر، وأنهم فيتنافس المتنافسون. فهذا هو اللي أنا أظن أن يعني السبب في تحفيز هذيلا، فالمتميزين لابد من إكرامهم حتى الآخرين يتبعونهم. شكرا. سؤال عن الوقت وهو مسجل بالفيديو من مواطنة عربية. الحين أنا حرمة يعني كبيرة، وين أقدر أسير المحكمة؟
يبون أوراق، كل ستة أشهر يبون علي أوراق من المحكمة، أنا ما أقدر. حرم عودي يعني وين أقدر أسير؟ متى يعني أنتم بتعوم معاملاتكم حق الكبار ما يقدروا المساكين يسيرون؟ حرمة عمرها 60 عمرها 40 وين تقدر تسير؟ المحكمة ما تقدر مسكين. وين الميكروفون؟ هذا شو أنت ما أعطى مريم؟ لازم تردين يعني أنتوا يا وزارة لازم توصلون. لازم توصلون خدماتكم إلى كل الناس وخاصة الكبار في السن منهم، ولا تنتظرونهم أن يجونكم أو يروحون المحاكم. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا طال عمرك أنك سمحت لي في أني أرد على هذا الاستفسار. من 3 سنوات طال عمرك أنت وجهتني شخصيا بأن المسنين وقطاع المعاقين اللي يتلقون الضمان الاجتماعي مساعدات اجتماعية شهرية بأن يعفون من إعادة البحث اللي هو يتم كل 6 أشهر، وأصدرت أنا بناء على ذلك قرار وزاري بإعفائهم من ذلك، ووجهنا كل مكاتب الشؤون الاجتماعية بعدم إعادة البحث بالنسبة لفئة المسنين والمعاقين والعجزة طال عمرك. ناخذ سؤال فيديو آخر طويل العمر. تفضل. مروة عصام، اسمه الشيخ محمد. أنا بجد مش عارفة أبتدي أو أسأل سؤالي إزاي، بس السؤال اللي نفسي أسأله لحضرتك أن أنت إزاي قادر تعدل بين كل الناس، وكل الناس جايب منين الحب ده ليها؟ لما جيت هنا البلد استغربت، لقيت ما لقيتش حد بيزم في يعني بيزم في البلد أو بيزم في أسلوبها أو في نظامها، واستغربت قوي ان الناس كلها تقريبا ما لقيتش حد بيقول كلمه وحشه في حق حضرتك. شكرا اخت مروه، هذه شهاده نعتز فيها، ونحن نرحب فيك يا مروه في دوله الامارات، وللشعب المصري العظيم السعاده والامن والرخاء. ولا تنسين أن الجالية المصرية هنا كذلك ساعدت في تطوير دولة الإمارات، والشكر لهم. والسلام لإخواني وأخواتي في مصر. مصر قلب الأمة العربية، إن شاء الله تكون بخير. سؤال عبر الموقع الإلكتروني طويل العمر من حسن عبد الله، يقول: حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم وحجم الإنجازات التي نسمع عنها باستمرار يطرح سؤال يحيره دوما، كيف يستطيع محمد بن راشد تنظيم وقته بين مختلف هذه المسؤوليات؟ بالطبع يا أخوان، أنا أتكلم اللي طالعين توم ولا هني القيادات، هذه كلهم بالطبع عارفين كل واحد كيف ينظم وقته. الوقت أنت عندك 24 ساعة، الوقت عندك ممكن مثل، إذا أعطيت مثل بسيط ممكن تحديد الوقت أن يكون هذا فرقة العمل تأخذ 3 ساعات، ولكن إذا خططوا وجدوا واجتهدوا يمكن تكون نص ساعة ربع ساعة، هذا ممكن، وهذا هو تحديد الوقت. الوقت عندي أنا مثل الحياة، الوقت أنت ما تقدر تخزنه لأنه ماضي، مثل النهر ما تقدر تتعسل نفس الماء مرتين لأنه ماضي. الحياة ما تقدر تخزنها لأنه ماشي، فلماذا لا نستغل وقتنا في هذه الأشياء وبسرعة، وحتى نقوم بواجبنا تجاه دولتنا وتجاه أمتنا. فهذا الشيء تنظيم الوقت، تقدر تنظم وقتك، وقتك لأهلك، وقتك لهواياتك، وقتك لعملك، وقتك رحلاتك، وقتك، يعني المنظم يقدر ينظم وقته على كل شيء.
بس يشيل هذه الغيمة اللي على رأسه ويبدأ بالشعور الإيجابي. شكراً. سؤال عبر الموقع الإلكتروني من مواطن عربي عبد الفتاح كابور عن الرؤية والمستقبل. هل حققتم الإنجازات والتطور التي تريدون تحقيقه أم باقي شيء لم يتحقق؟ بمعنى آخر يتساءل عبد الفتاح إلى أين تريدون أن تصلوا؟ هذا مثل ما رديت عليها على الصحفية اللي تقول أن هل وصلتم فقلت لها 7% و10%. فأنت تفضلوا يا أخوان صوروا أنكم حققنا اللي نباه، نقعد مكتوف اليدين. تحقيق الأهداف هذا أمل وهذا واجب وهذا عمر، ما في خط نهائي للتطور والابتكار والتميز، ما في خط نهائي. فكلمة وصلتوا نحن بعدنا بعيد، نريد نكون من أخير الأمم ومن أخير الحكومات، والدرب طبيعي يطول. فإذا نحن نقول وصلنا خلاص عيال، ليش نشتغل؟ نوقف ونستريح، وفي الراحة تعب تراها. فالإنسان ما يوصل غايته إلا بعد جهد كبير، وبيجون غيرنا وبيستلمون مراكزهم، وبيجون غيرهم بيستلمون مراكزهم بعدهم، وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم، والدنيا تسير وخط النهاية ما وصلوا. شكراً. سؤال آخر عبر الموقع الإلكتروني عن أولويات وخدمات الحكومة. صاحب سمو الشيخ محمد، لا شك أنكم تولون أهمية كبرى لتحسين الخدمات الصحية في الدولة. سؤال حسين آل علي عن الاعتماد العالمي للمستشفيات في وزارة الصحة، أين وصلت الحكومة في هذا المشروع؟ اعتماد المستشفيات؟ نعم، العالمي للمستشفيات. أعطى الميكروفون وزير الصحة. خلهم يتعلمون شوي. شاكر طال عمرك للفرصة هذه، وإذا تسمح لي طال عمرك قبل ما أجاوب على السؤال اشرح. قبل طال عمرك ما تبتدي الجلسة كنا ويا سمو الشيخ محمد صباح وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وكنت طال عمرك أراجع إيميل طالب من الأخوة تقرير عن كثير من الأمور، فيقول لي شو تسوي؟ أقول له أحضر. قال لي شو تحضر؟ قلت له جلستي باكر، لكن أتوقع الشيخ محمد ممكن يسألني في أي لحظة. وصدق التوقع طال عمرك. بالنسبة للاعتماد لربما طال عمرك، هذا يا أخواني من التحفيز ترى. فطال عمرك بالنسبة للاعتماد الأكاديمي، ما في شك أن وزارة الصحة لربما بدأت متأخرة، لأن بدأت في 2011 بمستشفيين. طال عمرك تم تدريب أكثر من 150 موظف. خلال طال عمرك الأسبوع المقبل إن شاء الله بيكون طلب الاعتماد، وإن شاء الله قبل نهاية السنة إن شاء الله بعد اللي قلت في الجلسة إن شاء الله بتكون المستشفيات معتمدة طال عمرك. طويل العمر، سؤال مسجل بالفيديو نشاهده. أبغى أعرف إيش السر في ترتيب أوقاتك والقدرة اللي عندك؟ القدرة من الطاقة الإيجابية، والقدرة والطاقة تجي بالتمرين والرياضة. أنتم كلكم رياضيين الصف هذا، ما أدري بالآخرين، لكن الرياضة مهمة جدا. أنا غير هواياتي في الرياضات الأخرى، بس أنا تمريني، بخبركم عن تمريني اليومي. أنا أحب أن أمشي 3 كيلومتر كل يوم، وأمشي في الأسبوع مرة 10 كيلو، وفي الأسبوعين أو الثلاثة أمشي 20 كيلو. أخذ لي وقت وأمشي، وربما أنا أشتغل على التليفونات، لكن هذا التدريب العادي، ما عدا هواياتي ركوب الخيل والدراجات والأشياء الثانية. فمن أجل هذا يكون عندك النشاط،
أن تؤدي واجبك، عندك القوة، فهذا هي رد على عبده. عبده، نعم، عبده أسمع. فهذا الجواب حق عبده. سؤال من الزميل رائد برقاوي، رئيس تحرير صحيفة الخليج الإماراتية. يقول الزميل رائد: رغم كل الإنجازات، هل يعتقد سمو الشيخ محمد أن الأداء الحكومي في الإمارات يرتقي إلى مستوى تطلعات القيادة والشعب؟ هذا شق. هذا شق من السؤال. أوكي. الشق الثاني: هل تعتزمون إجراء تعديل وزاري، لا سيما وأن آخر تعديل كان في عام 2009؟ وهو نفس السؤال سأل رائد. لحظة أخ علي، أنت تقول لي شق، هذا سؤال ثاني. هو شقين، هو سؤال في شقين. هذا سؤال ثاني. يا أخ برقاوي، يا أخ رائد، أنت دائما سكينك ورا ظهرك، ها؟ أنت الحين بدال سؤال واحد سؤالين، لكن عشان جيت الخليج وعشان الدكتور تريم أنا بجاوب على اثنين. أولاً الإنجازات الحكومية هل هي ترقى إلى كذا؟ بالطبع، نحن بعض الإنجازات الحكومية توصلنا إلى العالمية، من أفضل مكان في العالم، فوصلنا العالمية، ولكن هناك تطوير في بعض المرافق وفي أولويات، يعني لابد أن هناك تطوير مستمر في الحكومة بمساعدة إخواني. لكن هل تقول أنك أنت يا أخ رائد، وأنا أعرف شو قصدك، هل نحن راضين أو ما نكون راضين؟ لا، لأن نحن نريد نطور ونريد نوجه إخواننا ونريد أن نعلمهم ونشوف قدراتهم. ولكن مثل ما قلت لك عن بعض الإخوان الآخرين، إذا يجي الزمن ويتوقف ولا بقادر أن يمشي، لابد من تجديد الدم، وعطى الفرصة الأخيرة وعطى الفرصة. فلجل هذا يا أخ رايد، نحن في تدريب وفي توجيه وفي دائما نحن نحاول الأفضل، لأن يعني ما بكل شيء لازم يكون جاهز، لازم تتعب عليه. فهذا الشيء نحن مستمرين فيه، وأخواننا يعني ما هم قصرين، واللي بيقصر على نفسه. أما عن سؤالك الثاني في تغيير وزاري، أنا أرى، وأنت تعرفني زين والأخوان يعرفوني، متى ما تكون هناك حاجة ضرورية في مصلحة الوطن والمواطن أنا ما بتردد. شكرا. طويل العمر، نهدي شوي بسؤال شخصي موجه لك، وهو: كيف استطعت الحصول على المركز الأول عالميا في سباق القدرة، وما هي قصة نجاحك مع الخيل؟ شكرا. أول شيء هذا شرف لي أنا أن أوصل إلى هذا المركز، وأنا أحب أن أقول لكم يعني شوي، الأخ سيف والأخ منصور يعرفون عن التحدي هذا الكبير، بس أنا بعطيكم نبذة، لأنه يقول والله ها خلاص الشيخ محمد فاز عالميا، بس تصوروا شوي، نحن جت في بريطانيا، في شمال بريطانيا، أخير خيل في أمريكا، وأشطر فرسان أمريكا، وهو عبارة من كل بلد تيم أو فريق، الفريق يتكون من ست، الستة هم من الخيل وستة من الفرسان، وهذا مختصين بهذا الشيء، ما عندهم شغلة ثانية، هم وخيلهم. وأنا تعرفون أن هذه هواية، وجو من أوروبا وجو من اليابان وجو من أستراليا وجو من كل مكان في العالم، من الشرق الأدنى ومن الشرق الأوسط، وتجمعوا
فالواحد تصيبه هيبة، لأنهم هذيلا معروفين، كل واحد له اسم كبير. وأنا لازم تأهل خيلك، وأنا عندي 3-4 خيول كنت متأهل عليهم، يعني أقدر أختار أي واحد منهن وقدمه. أنا أقول هذا اللي بقى. وهذا الحصان ما فاز، هذا الحصان اشتريناه قبل 6 سنين من مزرعة صغيرة ب$20,000، ولا قلنا له شيء. وبعدين بدأ ما يسابق، ما عمره سبق أبداً، لكن أنا وحمدان محمد قبلها بشهر ركبته في إيطاليا، وكان جبال ونزول، فأنا فزت عليه هناك. بس شفت أنه يعطيني، لو ما سوى شيء من قبل، وهذا السباق سباق صغير، تمت في بالي ركبته هذاك اليوم، تمت في بالي وكيف يشل نفسه. فقدمت للجان وقلت أنا هذا، قدمنا كل الناس قدموا، وبالطبع مثل ما قلت لكم هذول كلهم مختصين وخبراء في الخيل. والخيل يعني تصور أنت ينتخبون 6 من أمريكا كلها أو من أستراليا أو من كل بلد. فانطلقنا، وكان اليوم مواسم، موسم مطر، موسم حر، موسم برد. كانت هذاك اليوم فجوات، جانا مطر، نزل ثلج، جانا حر، فكثير تلخبطة. وهني يا أخوان وأخوات، إذا أنت على حصانك أو فرسك، تصور أنت تمشي 160 كيلو من ألف إلى الياء، تصور أنت إذا مشيت على حصانك خطوة أسرع تعبت حصانك ولا وصل، وإذا مشيت خطوة أقل ما فزت، ما وصلت وفزت. فهني لازم تكون دقيق أنت وحصانك، وتعرف شو مقدرته، تمشي على مقدرة الحصان. فأنا مشيت على مقدرة الحصان، حد سبقني وحد تأخر وحد تقدم وحد، ولكن في الأخير وصلت قدامهم والحمد لله. سؤال عبر الموقع الإلكتروني من الأستاذة عاش اليماحي، تقول: طويل العمر، ما رأيك اليوم بالدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي والإنجازات التي حققتها، وما الذي يحمله محمد بن راشد لها من جديد؟